اوك بالنسبه للسورتي دانفورماسيون، سورتي دانفورماسيون الا بغيت نخرج المعلومات غادي نبدي بلا سورتي عاد نمشي عند لونتري. دونك باش نخرج واحد لانفورماسيون كنكتب سيستم بوان اوت بوان برينت ال ان. ال ان تعني لاي، المعنى ديال هذه انه غادي نكتب واحد السطر ونرجع للسطر روتور شاريو، يعني غادي نولي للسطر اللي موراه باش نكتب شي حاجه اخرى. دونك بالنسبه لهذا سيستم بوان اوت برينت ال ان غادي يكتب السلام، بما انها بين زوج تاع لي غيومي غادي تكتب كيما راه، دونك غادي تكتب لنا فواحد الكونسول بحال هذا الشكل هكا. دونك هذه طريقه باش نكتب واحد الميساج في ليكرو، كنكتب الميساج ديالي بين زوج تاع لي غيومي. بالنسبه الى كان عندي شي فارياب بحال مثلا عندي واحد الفارياب فلوت بري ايغال 10.35 و اف، قلنا هنا كاين انيسياليزيو واحد الفلوت كنزيدو هاد الاف هادي. دونك هنا كرينا واحد الفارياب بغينا نافيشيو دروك هاد البري هادي، بغينا نافيشيو هاد القيمه نتاعها، كنديرو سيستم بوا اوت برينت ال ان وندير بري بصح بلا ما ندير هاد الزوج تاع لي غيومي. كي ما نديرش لي غيومي يعني بحال اللي كنقول له بين لي لو كونتوني ديال الفارياب، وكي كندير لو غيومي كنقول له كتب لي الميساج كيما هو. يعني مثلا لو كان بغيت نكتب بري انا في ليكرو غادي ندير بري وندير هاد الزوج تاع لي غيومي. شي مرات نبغي نجمعهم يعني مثلا نلصق بحال هكذا ام ميساج مع واحد الفارياب. دونك مثلا عندي واحد الفارياب انت اج يساوي 22، دونك هنا واحد الفارياب اللي فيه القيمه 22 بغينا نافيشيوه، واش غادي نديرو سيستم بوان اوت بوان برينت ال ان مون ناج اي، يعني شديت ان ميساج ودرته هنايا بين هاد زوج تاع لي غيومي. دونك غادي هاد الميساج يتكتب كيما راه مون ناج اي، عاد غادي تزاد موراه هاد الفاريابل اج هنايا، وهنا غادي تزاد ديك 22 لان هذا فاريابل غادي تكتب القيمه ديالو ماغاديش تكتب هو. دونك هادشي كنجربوه واش غادي يعطينا، نوليو للنيت بينز غادي نمسح هادشي. افترضوا عندي هاد الفارياب 1234 وبغيت نافيشيه، باش نافيشيه غادي ندير هكا سيستم بوان اوت بوان برينت ال ان ونقول له مثلا نيم. دونك في الحاله الا مشيت درت نيم هكا يعني هاد الفارياب هذا، واش غادي يدير لي؟ غادي افيشي لي الريزلت ديالو، غادي افيشي لي لو كونتوني ديالو، يعني لو كونتوني تاع هاد ليسباس ميموار. لو كان كليكي دروكي على ليكزيكيسيون هو افيشي لنا غير هاد الرقم هذا. لو كان مشيت درت هاك يعني درت لي غيومي درك واش كنقول؟ بانه افيشي لي هاد نيوب كيما راها، ماشي فاريابل ولا يعني اعتبرها ميساج احنا باغيين نكتبو وافيشيه. دونك لو كان اكزيكيتيون شو شغادي يوقع دروك؟ دونك انا مش كتب نيوب لان انا كتبت له نيم. دونك بالنسبه لينا كي ما يكونوش لي غيومي المعنى ديالها انك تافيشي لو كونتوني ولا القيمه ديال الفاريابل، كي يكونوا لو غيومي غادي تافيشي الميساج كيما هو. مثلا درك الا بغيت نجمعهم نقد ندير هكا نافيشي ان ميساج لا فالور دو نيم اي دو بوان. من بعدها الى هذا غادي تكتب كيما راه محطوط، وبغيت نجيب موراها الفاريب هذاك النيم ديالي راه ما غاديش يقبلها لي هكا، يعني باش نديري هادي وهادي. دونك كيفاش غادي نديرو؟ غادي ندير واحد الزائد هنا بحال اللي واش كنقولوا في هذه الحاله هادي. هاد الزائد درك ما غاديش يدير العمليه الحسابيه، غادي يدير واحد العمليه اللي كتسمى الكونكاتيناسيون، انه يلصق جوج جمل، غادي يشد هاد الجمله كيما راها يحطها هكا، من بعدها غادي يزيد على هاد الجمله هادي هاد الفاريابل هذا القيمه نتاعها الفاريابل. ها واش غادي افيشي لنا في ليكرو؟ غادي يخرج لا فالور دو نيم اي، يعني هاد الميساج اللي كتبته هنايا، موراها كتجي هاد لا فالور نتاعنا هنايا هي 1234. دونك في هاد الحاله هادي هي الطريقه كنديرو افيشيو ان ميساج، كنديرو سيستم بوان اوت بوان برينت ال ان، واما كنكتبو ان ميساج اونتخ غيومي باش تكتب كيما راه، واما كنكتبو لو فاريابل ديالنا باش نديرو القيمه ديالو. هادي الحاله الحاله ديال لا سورتي دان ميساج ولا لا سورتي دان فورماسيون. الحاله ديال دونتري دان فورماسيون هي هادي. دونك بالنسبه الى بغينا ندخلوا واحد المعلومه للبروغرام ديالنا غادي نديرو هاد الشكل هذا، غادي نوجدوا واحد ليسباس ميموار مثلا انت ا باش ندير فيه المعلومه اللي بغيت ندخلها، وغادي ندير هاد السطر هذا سكانر اس سي ايغال نيو سكانر سيستم بوان ان. هاد لا كوموند هادي هي اللي تسمح لنا باش نقراو بالكلافي.
دونك الا بغيت نخدم الكلافي ديالي انايا في شي بروغرام، يعني انا بغيت ندخل المعلومات ولا نعطي لو دروا ليتيليزاتور انه يدخل المعلومات تاعو، ضروري غادي ندير هاد سكانر اس سي ايغال نيو سكانر سيستم بوان ان، يعني باش ناوتوريزي الكلافي في البروغرام ديالي. بعد هذيك هذاك الفاريابل اللي درناه هنايا، دونك هنا ما عطيناهوش قيمه، ما انيسياليزيناش بشي فالور، راه عنده لا فالور بار ديفو هي ايغال زيرو. غادي بغينا نعطيه شي قيمه كنديرو هكا اس هي هاد السميه اللي عطيناها لهاد لو كومبوزون ديال الكلافي، نقدر نسميها اي سميه. دونك من حقكم ان هاد اس تسميوها كلافي ولا كيبورد ولا ريدر ولا اللي بغيتو تسميوه نتوما سميوه اس بوان نيكست انت. واش المعنى ديال هاد السطر هذا؟ بحال اللي كنطلبوا من البروغرام انه يستنى ان يوتيليزاتور يعطينا واحد الانت، يعطينا واحد العدد صحيح طبيعي ويبطع على اونطري. دونك اين فوا ليتيليزاتور يدخل واحد العدد صحيح طبيعي ويبطع على اونطري، هذيك لا فالور اللي يدخلها ليتيليزاتور غادي تسجل في ا. دونك هكا كنسمحوا ان ليتيليزاتور يعطينا القيم اللي بغاهم ونسجلوهم حنايا في ا في الفاريابل ديالنا ولا في لاكاز ميموار ديالنا اللي سميناها ا. دونك اما نخدم هكا واما نخدم بهذه الطريقه نفس الشيء، يعني وجدت هذيك الجمله ديالي سكانر اس ايغال نيو سكانر سيستم بوان ان، دونك باش نوتوريزي الاستعمال ديال الكلافي. غير هنا الفرق بين هذه وهذه، هنايا درت ديكلاراسيون تاع الفاريابل عاد جيت درت له انيسياليزاسيون، هنايا مشيت درت ديكلاراسيون انيسياليزاسيون او ميم طو، يعني انت ا ايغال ديك الفالور اللي غادي يدخلها ليتيليزاتور. غير بالنسبه لهنا الا كانت ا انت يعني خصنا نديرو نيكست انت، الا كانت ا راها فلوت خصنا نديرو نيكست فلوت، الا كانت ا راها دوبل خصنا نديرو نيكست دوبل وهكا. دونك الا بغينا نجربوا هذه نشوفوا واحد البروغرام صغير باش نقدروا نجربوا هذه الحاله هذه. غادي نوليو لهذا البروغرام ديالنا غادي نمسحوا هذا الكود. بالنسبه لهذه الحاله هذه بغينا نطلبوا بغينا ناوتوريزيو الاستعمال تاع الكلافي، اول حاجه غادي نديرها سكانر ونسميه مثلا اس ايغال نيو سكانر، ها هو غادي يعاونني كاع في الكتابه تاعي. ونجي نعطيه هنا system.in system.in ونقطة فاصلة ما ننساهاش في التالي ديال السطر. دونك هنا اوتوريزيت الاستعمال ديال الكلافي في لابليكاسيون ديالي. باش ندخل واحد القيمة خصني نوجد لها ان اسباس ميموار، يعني ما يمكنليش انا ندخل واحد القيمة وما عندهاش فين دار. دونك غادي نوجد واحد الفاريان ندير له انت مثلا سميتو ابيس نقطة فاصلة، وما غاديش نعطي قيمة باش نخلي لا فالور بار ديفو هي اللي كاين. باش نطلب من ليتيليزاتور يدخل واحد القيمة غادي دير ABC إيكال SC بوان يعني سكانر بوان، وها هو غادي يعطيهمني نيكست نيكست، وكنختار واش نيكست مثلا بايت ولا انت ولا شورت على حساب هذوك لي تيب تاع الفاريابل اللي شفناهم. مثلا انا راني خدام ABC راه كوم انت كوم فاريابل دو تيب انت، غادي نختار هنايا ABC ونمشي ندير هاك. دونك وش درت في هذه الحاله هذه؟ سمحت ليتيليزاتور انه يدخل واحد القيمه ويديرها في ابيس. من بعدها بغيت نافيشي ديك القيمه، باش نافيشي ديك القيمه هي اللي شفناها دروكي سيستم ايوا عاوني فيها system.out.print، ونقول له افيشي لي القيمه ديريكتومو ولا ندير كاع ميساج لا فالور لا فالور دو ابيس اي. ونجي هنايا ندير واحد جوج نقاط نخلي واحد لي سباس ونقول له بليس ونكتب هذيك ابيس. داكشي اللي درناه قبيلات راني درته هنا. هاد الكود هذا نعطي ليتيليزاتور يدخل واحد القيمه ومن بعدها كنافيشي ديك القيمه، يعني كود بسيط اللي غادي نديرو فيه هاد العمليه. نجيو هنايا اكزيكيتيوه، هو مريض واش راه يدير دروك؟ راه يستنانا ندخلو حنا القيمه اللي بغينا. دوك راه مبلوكي لو البروغرام حتى ندخلو واحد القيمه، نديرو شي قيمه مثلا 12. من بعدها كي نقطع الاونطري غادي يمشي يكمل على السطر اللي موراه هو ويعطينا لا فالور دو ابي سي 12. نعاودو نيكزيكيتيو البروغرام دروكي مثلا درت 100 وغادي يجي يقول لي لا فالور دو ابي سي 100، يعني دوك هنايا القيمه اللي كندخلها انا كنافيشيها. افترضوا الا كان عندي شي فاريابل فلوت فلوت فلوت، اول حاجه خصني تا هادي نبدلها غادي نردها نيكست فلوت هي، وبعدين نافيشيها تبقى بنفس الشكل في هذا نيكزيكيتي. دونك فلوت نقدر نعطيها دوك 12.56 وغادي يجي هنايا وغادي يقول لي لا فالور دو ابي سي اي 12.56 على حساب هذه الحاله هذه. بصح لو كان نعطي شي رقم نعطي شي حاجه ماشي هذيك هي
مثلا انا عارف فلوت، ولكن مشيت عطيت له حرف هكا بحال ا، هذا هدو تيب شار، غادي يجي هنا غادي يعطيني واحد ليرور. ليرور المعنى ديالها بانه هذا ليسباس ميموار اللي وجدنا حنا دو تيب فلوت، انت مشيت حطيت فيه واحد البلاصه واحد الحاجه اللي ماشي هي فلوت. دونك هنا البروغرام كيريد ويت بلوك. هذه هي لا ميثود اللي كنستعملوها باش ندخلوا شي معلومه. غير من الاحسن قبل ما ندخل شي معلومه، من الاحسن نكتب انا ام ميساج دركي باش نبقاو نكتبوا ميساج فيد فيها، نبقاو نكتبوا هكا صوت يعني، وندير هذه الصوت وموراها بطيت على كونترول اسباس باش تجيب لي كتبه مريقله. وهنا كنطلب من ليتيليزاتور اونتخي اين فالور، ندير دو بوان كاع في هذا الحال. دونك علاش درت هذه؟ من الاحسن دائما قبل ما نطلب من ليتيليزاتور يدخل واحد المعلومه نكتب له واحد الميساج يعني باش يفهم، ماشي تيبان له خاوي ليكرون تاعو. دونك بحال هكا واش الفرق اللي غادي يكون؟ غادي تجي مكتوبه عندي اونتري اين فالور، هي هذا السطر اللي راه هنا راه يدا، راه يستناني ندخل واحد المعلومه، علاش راه كليني يعطي هنا يستناني واحد المعلومه هو هذا السطر اللي راه هنايا. غادي ندخل انا واحد المعلومه مثلا 30، غادي يجي هنايا غادي يدير 30، ولا حكرته هنايا انا واخا دخلتها له انت هو دار 30.0 باش يبين بلي راها فلوت وهكا، لان انت ممكن نديروه في الفلوت ماشي مشكل. 30 هي 30.0 ماشي مشكل في هذه. دونك هذا الطريقه كيفاش دخلنا واحد المعلومه ومن بعدها افيشينا واحد المعلومة. باش نكملوا هذا الفيديو هذا ونجمعوا كلشي هذا الشيء اللي شفناه، دركي ندير واحد البروغرام صغير اللي نطلب من ليتيليزاتور انه يدخل لنا واحد القيمه، وحنا غادي نشدوا ديك القيمه ونضربوها في 10 ونافيشيوها. دونك هذا هو البروغرام اللي غادي، بروغرام بسيط يعني، كنطلبوا من ليتيليزاتور يدخل واحد القيمه ونشدوا حنا ديك القيمه كنضربوها في 10 افيشيو الريزلت ديالنا. الى جيت ندير هكاك واش غادي ندير؟ غادي نمسح هذا الكود. اول حاجه بما انه غادي نطلب من ليتيليزاتور يدخل واحد المعلومه، دونك خصني نوجد الكلافي. انا بشحال خصني معلومه؟ خصني المعلومه الاولى اللي نطلبها بليتيليزاتور نفترضوا متى انت ونسميها نيم ا، نيم ا، نيم ا صافي. من بعدها غادي نافيشي الريزلتا، الريزلتا حتى هي خصها عاود واحد ليسباس ميموار، يعني غادي ندير عمليه دونك خصني واحد ليسباس ميموار باش نحط فيه النتيجه ديال العمليه ديالي. هاد ليسباس ميموار غادي يكون بلو تيب انت، لانه واحد العدد صحيح طبيعي غادي نضربه في 10 غادي يبقى دائما عدد صحيح طبيعي. مثلا نسميه ريزلتا، راني وجدت دو ليسباس ميموار دو تيب انت. من بعد غادي نطلب من ليتيليزاتور يدخل لنا واحد المعلومه، غادي نكتبها هكذا ونقول له مثلا اونتخي ان انيميروس انيم باركات هكا. من بعدها غادي نمشي نقرا هذاك لو نيميرو اللي دارو نيم ا، نيم ا لان سميتو انا نيم ا ايكال اس سي بوان نيكست نيكست انت. هاد جوج سطور واش غادي يديروا؟ غادي افيشيو لنا ان ميساج اونتري ان نيم، ويبقاو يستناو ليتيليزاتور حتى يدخل واحد المعلومه. من بعد ما يدخلنا هذيك المعلومه داك الرقم هذاك، حنا غادي نمشيو نديروا العمليه ديالنا. العمليه هي ريزلت ايغال داك الرقم اللي عطاوه لنا نيم ا في 10 اللي نطلبوا منا هكا. بعدها خصني نافيشي الريزلت ديالي، غادي نافيشي هكا الصوت وندير لو ريزلت اي دو بوا ولا ايكار ولا كيما بغيت هنايا، وندير زائد وندير هنا ريزلت. هادي كيما قلنا واش المعنى ديال هادي؟ انه غادي يحط لنا هاد الميساج كيما راه لو ريزلت اي، من بعدها غادي يزيد عليه لا فالور ديال الفاريابل اللي كاينه. دونك غادي يكون عندنا هنايا هاد القيمه اللي يدخلها ليتيليزاتور نضربوها في 10. هذا بروغرام صغير ولكن راه اغلبيه البروغرام كيخدموا هكا. اول حاجه كنديكلاري لي فاريابل ديالي، كنوجد لي كاز ميموار فين غنحط المعلومات. ثاني حاجه كنطلب من ليتيليزاتور انه يدخل المعلومات اللي بغيتهم ونحطهم في الفاريابل ديالي، يعني درك هنايا هاد اس سي بوان نيكست انت راه كنشدوا المعلومه اللي يدخلها ليتيليزاتور وكنحطوها في الفاريابل ديالنا.
نديرو لوبيراسيون ديال نديرو التريتمون ديالنا، لان من بعد ما كنسجل المعلومات تاعي كندير التريتمون ديالي. التريتمون بحال هنا عمليه حسابيه اننا نضربو في 10، اخر حاجه غادي نافيشيو المعلومات تاعنا نيكزيكيتو ونشوفو. غادي يعطينا هنا اونطري ان نيميرو، غادي ندير انا واحد النيميرو مثلا 12 وغادي نبطا على اونطري لو ريزلتا اي سكونفا، عطانا هنايا الريزلتا ديالنا. نعاود نيكزيكيتي هذا البروغرام، غادي نقول له مثلا دروكي 3 كون فالور دونتري، ومن بعديها غادي نبطا على اونطري غادي نشوف التتمه ديال البروغرام عطينا لو ريزلتا اي 30. هادشي اللي درتو دروكي، غادي نحاول ندير واحد خمسه التمارين باش نشرحهم مزيان، لان هذا الشيء مهم. وراه كاع لي زابليكاسيون ولا لي بروغرام راه كيتكونوا بهاد المراحل هادو، الاختلاف لونطري والسورتي، ولكن لو تريتمون الاخر غادي يبقى هو، وهاد لي فاريابل غادي يبقاو هما. دونك غادي نزيدو نركزو على هادي كتر في الفيديو اللي جاي، نشوفو فيه هاد التفاصيل حسن. هاد الشيء اللي كاين في هاد الفيديو هذا اللي شفنا فيه هاد لابارتي الاساسيه، كي نديرو ندخلو المعلومه تاعنا، كي نديرو نسجلوها في لا ميموار، ونديرو ان تريتمون عمليه حسابيه بسيطه مثلا في المثال اللي درناه، ومن بعدها كنخرجوا المعلومات تاعنا. هنا شفنا سيستم بوان اوت بوان برينت الان، وهنا شفنا هذيك سكانر اللي كتسمح لنا باش ندخلوا لي دوني ديالنا، وهنايا لي فاريابل الانواع ديال لي فاريابل اللي شفناها. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون واحد المجموعه ديال التمارين باش هادي نكثر فيها بزاف حتى الواحد يفهمها مزيان. هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، وشكرا.